شاركت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية مملكة البحرين احتفاءها بالأعياد الوطنية المجيدة، حيث تجلت مظاهر الفرح في مشاعر الأشقاء الخليجيين وفي شوارع ومباني مدن الخليج. كما انعكست مظاهر السعادة على وسائل الإعلام، فخصصت شاشات القنوات الخليجية فقرة تلفزيونية عرضت خلالها منجزات المملكة وبثت خلالها الأغاني الوطنية. هنا للرفعة موضع يد، هنا العلياء والنهضة، فإن كتبت سطور المجد فللبحرين تكرار. ما يربط مملكة البحرين بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية من علاقات أخوية وثيقة يفوق حجمها ومعناها وإرثها التاريخي وما تسطره الكلمات وتعبر به المشاعر عن هذا التاريخ التليد والرؤى الموحدة والمصير المشترك، كل ذلك يقف شاهدا على عمق العلاقات وتميزها في المجالات كافة. وانطلاقا من هذه العلاقات التاريخية المشتركة، ها هي دول المجلس تشارك شقيقتها مملكة البحرين احتفالاتها بأعيادها الوطنية إحياء لذكرى قيام الدولة البحرينية الحديثة في عهد المؤسس أحمد الفاتح كدولة عربية مسلمة عام 1783 ميلادية، وذكرى تولي حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه مقاليد الحكم، حيث تشارك القنوات التلفزيونية والإذاعية الخليجية بالأعياد الوطنية لمملكة البحرين، ومنها تلفزيون المملكة العربية السعودية، وتلفزيون دولة الإمارات العربية المتحدة، وتلفزيون دولة الكويت، وتلفزيون سلطنة عمان، عبر بث مشترك مع تلفزيون وإذاعة مملكة البحرين، بالإضافة إلى تخصيص برامج وفقرات وطنية تعكس ما يربط بين دول وشعوب مجلس التعاون لدول الخليج العربية من علاقات أخوية تاريخية وثيقة، ويمثل ملحمة وفاء خليجية تعتز بها مملكة البحرين. إنما بادرت به القنوات التلفزيونية والإذاعية الخليجية من مشاعر حب ووفاء وتقدير، ما هو إلا انعكاس للتلاحم الأخوي المستمر في مختلف المواقف والظروف. فالعلاقات المتميزة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية راسخة، يشد أزرها حرص الشعب الخليجي الواحد على التمسك بعاداته الأصيلة وهويته الجامعة.